نصيحتنا الطبية اليوم عن علامات نقص الحديد في الجسم. أولاً الشعور بالتعب والإرهاق. الجسم يستخدم الحديد لإنتاج الهيموغلوبين اللي ينقل الأكسجين، ولما يقل عدد الخلايا الدم يبدأ الشخص يشعر بالتعب والإرهاق. ثانياً عندنا الصعوبة في التركيز. ثالثاً الصعوبة في التنفس، وهذا بسبب نقص الأكسجين في الدم بسبب نقص الحديد. ثالثاً الشحوب في الجلد، وطبعاً ده بسبب انخفاض تدفق الدم. رابعاً صعوبة القيام بالتمرينات العادية، رح يقل قوة تحمل الشخص. خامساً آلام في العضلات. نقص الحديد يمنع العضلات من استعادة قوتها بسهولة ويخلي الأشخاص تتألم عند ممارسة التمارين الرياضية. سادساً تقصف الأظافر. سابعاً العدوى المتكررة، وده خاصة في الأمراض التنفسية. ثامناً تغير لون البول إلى الإحمرار، وده بسبب نقص الحديد يتسبب في امتصاص الأمعاء لألوان الأطعمة مما ينعكس على لون البول. ودمتم في صحة وعافية، وكل يوم راح أقدم نصيحة طبية على اليوتيوب، هتكون الساعة 6:30 بتوقيت دبي.